السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيحول التكست أو الكتابة لصوت، والميزة إن هو بيدعم لغات كتيرة زي اللغة العربية، وتقدر تحمله كملف MP3 أو ملف ويف، واخد تقييم عالي جدا، واخد جوائز كويسة، وليك إن أنت تجربه. بيبقى عندك كذا ملف تكتب فيه أي النصوص، وهو أوتوماتيك يبدأ إن هو يترجمها. تبدأ تكتب انت او تاخد كوبي بيست من اي مكان، وتحدد اللغة وتحدد السرعة وتحدد الشخص اللي هينطق لك الكلام دوت، ويروح مديك ملف جاهز تقدر انت تسمعه. ممكن مثلا عندك كتاب معين عايز تسمعه فيبدأ ان هو يترجمه لك. لكن لو انت بتتكلم على عربي ففي موقع اسمه شكلني، افتح موقع شكلني وحط فيه التكست، وهو يبدأ يحط لك التشكيل عشان يبقى ادق. يعني ساعات لما تديله التكست العربي ما يفهمش ان هنا في فتحة هنا كسرة، فلما تشكلها له الموقع شكلني بيديك مزايا كويسة. زي ما انت شايف هو بيدعم حتى الان تقريبا 75 لغة، منهم اللغة العربية، الايطالية، فرنساوي، وهكذا. ناس كتير بتسمع الاصوات ديت، فكل ده شغال بالذكاء الاصطناعي. مجرد تديله التكست يبدأ ان هو يحوله لصوت.